قليله. هتقول لي معلم معلش يعني ولدنا فالفيردي سجل هدف، فالفيردي سجل هدف من خلال التصويبات، انما فالفيردي عنده مشكله كبيره في عمليه ان هو يوصل زمايله في الثلث الامامي ويقدر ان هو يكون صانع العاب. دي حته مش موجوده عند فالفيردي، مش من خصائص فالفيردي. فلما تقعد تتفرج على فالفيردي هتلاقي فالفيردي عادي ان هو شويط كويس، عادي ان هو صاحب مجهود كبير، عادي ان هو مفسد هجمات في بعض من الاوقات، عادي جدا ان هو يعرف يطلع بالكره من تحت وينزل هو اورن تشاوميني تحت، لكن موضوع صناعه اللعب ده بعيد جدا عنهم. فعشان كده هتلاقي ريال مدريد عنده مشكله كبيره، الكره ازاي تطلع من الثلث الخلفي للثلث الامامي وتقدر تطلع بسلاسه وتقدر تطلع بسرعه، لان ريال مدريد اي فرقه بتلعبه بتلاقي الفرقه نوعا ما كومباكت مقربين الخطوط علشان خاطر ريال مدريد ما يبقاش فيه مساحات، لان لو ريال مدريد قدامه مساحات هيهينك، فانت مفروض ان انت عندك لعيبه في نص الملعب بيشتغلوا بسرعه، وده ما بيحصلش في ريال مدريد. فعشان كده تحس ان ريال مدريد قوى خط الهجوم بس ما عنده مشكله في خط النص. دي واحده من الحقائق اللي جمهور ريال مدريد عارفها كويس قوي، والجمهور ريال مدريد شايفها كويس قوي في كل ماتش. النهارده يا معلم احنا كسرنا الدنيا في الخط الهجوم وجبنا كيليان امبابي عشان نزود فعاليه اكتر لخط الهجوم ونزود ارقام اكتر لخط الهجوم، بس بقى عندنا مشكله كبيره في مرحله صناعه اللعب. هتقول لي صديقي مش مهم كل الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده، المهم ان احنا الحمد لله كان عندنا حق في الكلام على ابراهيم دياز. ابراهيم دياز في 21 دقيقه بيقدر يسجل هدف جميل جدا من تحرك مثالي، وبصراحه الكره الطوليه اللي لعبها ميليتاو كانت حلوه. يعني ميليتاو لعب له كره طوليه، ابراهيم دياز راح خد مساحه وقدر ان هو يقدر يجري في المساحه دي ويقدر ان هو لما يوصل عند الجون ما يبقاش تعب. ودي الحاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من سنين، والحاجه دي كان بيتكلم فيها مدربين من سنين، وهي انك بعد ما تاخد السبرنت في الخطوه الاخيره وفي القرار الاخير تكون جاهز، مش بعد ما تاخد السبرنت وتيجي تشوط تلاقي نفسك تعبت. ابراهيم دياز قدر ان هو ياخد سبرنت من قبل نص الملعب، ولما وصل للجون الفينش بتاعه كان مثالي.